اهلا بيكم يا شباب. تغيير جذري في قناتي على اليوتيوب، زي ما انتم شايفين كمية الفيديوهات الكتيرة جدا اللي انا عملتها السنة اللي فاتت، ومش بس السنة اللي فاتت، كمان طول الخمس او الست سنين اللي فاتوا عملت اكتر من 1000 فيديو، اكتر من 1000 فيديو يا شباب لتدريس اللغة الفرنسية. ودلوقتي هنعمل تغيير جذري في القناة، يعني هنضيف مادة جديدة للتدريس على القناة، والمادة دي هي اللغة الإنجليزية. طيب مين اللي هيدرس مادة اللغة الإنجليزية؟ إن شاء الله مسيو صمويل هو اللي هيدرس مادة اللغة الإنجليزية، وأنا مش بهزر، ده بجد أنا اللي إن شاء الله هدرس مادة اللغة الإنجليزية. طب يا مسيو صمويل، أنت مش هتعمل فيديوهات فرنساوي تاني؟ قليل الصراحة، لأن زي ما أنت شايف مادة الفرنساوي فيها فيديوهات كتيرة جدا، أنا عملت شغل كتير جدا جدا جدا، فأنت تقدر تدخل وتتفرج وتذاكر مجانا وتنجح إن شاء الله. فهزود مادة اللغة الإنجليزية، وبالمناسبة دي هنغير اسم القناة، بدل ما تبقى دروس أونلاين فرنسي هتبقى فرينجليش. شفت الاسم فرينجليش؟ ليه بقى فرينجليش؟ لان انا بدرس فيها مادة الفرنساوي يعني فرنش، وهدرس فيها مادة الانجليزي اللي هي انجليش. فرنش وانجليش على بعض يبقوا فرينجليش. ان شاء الله يتم تغيير اسم القناة في القريب العاجل، وانتظروا فيديوهات اولى ثانوي منهج اللغة الانجليزية. تحياتي ليكم، باي باي.